شلون كنت سبب يكون كذا من الباب من لعبة جديدة مدري شلون اسمها سنين هلا بكسرهم السنين خرج لعبة جمبوز تدريب تمرين بس تمرين مع يوزي ابن الكلب ماتنا شلون عاش ما أعلم يمكن كذا قتلت تعجبني ماتوا سنين والحين بيموتوا كروة ولدهم ذاك يجي يظل مات خلص بس صح كل إسبوع تكون أنتوا عجبتكم نزلوها إسبوع تكون غير العادي من الصعبات جالس اليوم كنا عشان هنا يشغل بعدنا اليوم ما فتحت غير بس لعبة واحد بعرف كيف أعمل ثاني كنت بالمسيرة الآن ينبلش وجبرات ما في شيء كلام خراب هاي شلون حدث هذا اللي بيموت بيكون أفشل واحد اللي بيموت ثاني أنا مش أفشل واحد بس هاي شباب عندي قوة خارقة الحين بستعملها إلا أكبرك أي إسناد تكون ستستخدمه قواكم الخارقة تكبس على الأخضر وتطلع وها هي لكن كانوا مميزين قبلها نو بليز راسهم الاسنان والحين ولا شامي هاميها حاب كسر المصد والحين اللي هنكسرها شامي مرضى بيها كسرناها يقولون كلهم ناطريني برا لكي أموت لكن أنا لن أفعل سأفوز بهذه القوة الخارقة لا استخدامها لأنها مستعد كيف رأني هذا الورحوز ما اي اصعد اصعد يا ورع هاي هل تستقوى اي مات كيف لك هذا السيارة خذ برامج يقلب بس فوق الكنوية كوي الخارق لازم تجتمع بكوي الجيبة مش بعيدة طلق بترحك حسن ما يدخل سأبيك الأرض انبضح يا ابني لم ننبضح لك من الآن سينبضح انبضح يلا هل
تقدر استعداد الجمباز تعال نور الجمباز الحقيقية يا خبي أنني هنا مات 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 نعم مات اختفى زرزر دون تنزيل هذه اللعبة واختفى يعني انتهى مات 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 على خير خيهم كن لكم الحين صار زمان مات مات شلون انت يا ورع قصت الكسيز فيك فكرت في مكان تاني بس ما في شي مرارا بيطلعوا لي على مكان بالحبس سنة 50 حطلع مفرغة ثانية شفت الحركة بتاع البيري ضمنه ما بموت إذا بدي موت بدي هذا بيعمل حاله هاي فكرة هاي وتفارقة كيف يحتمل؟ لن أحتملك لبقى طويل شلون هذا الفاشل ضربني والله ما بسامحك ما بسامحك أنا هاي أنت بتضربني بالسيف مفكر حالك قوي على القوي هذا القوي المحترف يكون يضرب يا لكي يعمل قوته والحين طيرك حبيبي طلق مع امك احسن ما تموت انت ما كنت تسمعني بس لا زعلي ما يزبط هيك يزبط هيك ما بعرف انت بفوز في الجيم الله سيف بيها سيف بيها سيف بيها سيف رششته واحد قد ما عنده واحد اشتكوا علي بيموت يا كلاب شلون انت عطيت شلون عطيت او نو بنصلاحي بس من يطلع لي واحد يساعده
خلصت، كنت لحموت شباب. خليكي بس بتابع انا بال صحت فيكم دول انتم سنين ما بينفع اقول بهاي لا صرفت بحجي على الفاضي. هذا سهلين يعني خلاص ما بيزبط حرمان قوتي اتمنى اني كيف لاني الضربة القاضية هذه شباب انا ما بموت انا بموت برجع بحب اعملها لكي استخدم قواي الجديدة. جديدة شباب جيم اوفر رح يكتبوا لنا شلون متنا الحين يعني انتهى قوتك بس تموت شلون اعطونا فرصة شباب لك. انت وياهم تموتون او بتعيشون انتو شلون ما عايش واحد بيطلع التاني بخليتي شلون ما بيعرف الحين ما بعرف الحل ما بعرف قتلت منهم واحد بس لكن الحين انا باكلها قتلي كلها أتلي 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 بالشحاطة لا هذا يكفي الحرب موزوا أنتم الأستاذ الله يرحمكم شلون لا بيقتل هذا بفول الحين هاي الدعاية ما اكره الدعايات يا الله رب اسمعني الحين